السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد لتعليم مسار الخطوط لشبكات المياه اللي هي البنية التحتية بالمخططات الخاصة. إزاي أنا بحط المسار للخطوط عشان البكرين يحفر؟ أولا أنا ده الشارع اللي أنا واقف فيه، ده شارع عرض 20 في الجهة اليمين، بيكون وجهي لاتجاه الشرق، بيكون بعد الخط على 3.5 متر من حد الملكية، وفي الجهة اليسار بيكون بعد الخط على 4.5 متر. ده طبعا مواصفات شركة المية ودي الأبعاد اللي احنا بنشتغل عليها. الشارع 20 بيختلف عن الشارع 15، بيختلف عن الشارع 25، عن 30. كل ما زاد عرض الشارع كل ما بيختلف فيه المسافات. طبعا زي الفيديوهات السابقة اللي احنا نزلناها وقلنا فيها عرض الشارع كام، وفي الشارع 20 بتحدد كام المسار، وفي الشارع 15 كام، وبيكون على بعد كام. طبعا ده لو جينا بصينا هنا، ده الحفرية بتاع البوكلين شغال فيها اهوت بعمق الحفر. تمام، عمق الحفر زي ما ذكرنا قبل كده بيكون من منسوب الاسفلت لقاع الحفر 1.35 متر او 1.30 متر، برضه مفيش منه مشكلة. المهم ان هو في الارض الترابية يديني 15 سم رمل تحت المواسير، قطر الماسورة 15 سم، يبقى كده 30 يديني متر من فوق ظهر الماسورة لحد سطح الاسفل. طبعا قبل ما البوكلين يشتغل عشان اضمن استقامة الحفرية، بيكون عندي استكات زي اللي محطوطة في الصيد التاني ده، وعلامات محطوطة للبوكلين زي ما حضرتكوا شايفين كده، ده علامات بالسبراي اهي، في استكات نازلة كوردينيت البوكلين يشتغل عليها ويدينا المسار اللي احنا عايزينه زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، اهم حاجة في الشغل استقامة الحفرية. لما نيجي نشتغل نتأكد من المسار والاستقامة والشارع زي ما حضراتكم شايفين اهوت، نزوم على الاستقامة، يبان الاستكات ويبان العلامات ويبان كل شيء. تمام، مهم جدا مسار الخط، لان المسار ده بيكون تبع المواصفات شركة المياه، ان شبكة المياه بيكون لها مسار، شبكة الكهرباء بيكون لها مسار، شبكة النار بيكون لها مسار، شبكة الصرف الصحي مسار. فاحنا لازم نلتزم بالمسارات علشان الشبكات دي ما تتدخلش في بعضها في وقت التنفيذ. تمام، اهم حاجة برضو البوكلين هو شغال يديني استقامة في الحفرية، ان الحفرية تكون مستقيمة ما فيش فيها لا انحراف يمين ولا شمال ولا اي حاجة، بحيث ان انا وقت التمديد يكون معايا الاستقامة كويسة وتساعدنا في الاستقامة زي ما حضراتكم شايفين اهوت. طبعا البوكلين هو شغال، اي تراب بيطلع فوق تسهيلا على العمال يقدر ينزله في الحفرية تحت وينظفه ويمسح الحفرية، بحيث ان في التسليم يكون الاعماق مديانة كالمطلوب بالنسبة للعمق الحفرية. عرض الحفرية زي ما اتكلمنا فيه، ده ال 65 سنتي ماشي، ويدينا 70 سنتي مفيش منه مشكلة. ده طبعا شبكات المية بوليسيلين مخططات الخاصة بالمملكة العربية السعودية. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد في استلام الحفر، ده تحديد المسار وده استلام وده الحفر. ان شاء الله في وقت تجهيز الحفر والاستلام بنعمل لكم فيديو جديد يوضح استلام الحفر وكيفية الاستكات والمناسيب ان شاء الله بالاجهزة المسحة. شكرا لكم جميعا، شكرا.